خير، شهدكم. وين رايحين؟ جنرال، ما ردنا الطلايب، بس هي اجت قوة ولدارنا، داهم ومقراتنا وكتلة وسلمنا. ذاك اليوم فارس واليوم جعفر. وأنا مطلوب من إنجاز وأنتم كاسرين جناحي. شوف، دي تنطر حكي وحكايتهم، وحكايتهم ما تصير اثنين. اليوم عيوني خلع. شش. شباب، اهدوا هسه. الموضوع ما يستاهل هسه. بعدين شنو؟ بس دن المستودعات عندكم؟ سمعوني زين، انتم هسه مبايعين. سدير، اي تصرف طايش وما محسوب ينحسب ضدكم. ابو عدي هو المسؤول، وبيطنطل يشتغلون على الحمله مالته. تالي ما تالي يجيني يقول لي انا ما لي علاقه. خلي يشوف غيرنا بعد. اوفك من ده هسه. احنا جاي نشتغل على هيكليه جديده. بزنس جديد. وهسه عوفوا هاي اسلحتكم. عندنا اجتماع وجهنم جاي تنتظركم. وكل شيء انحل. بس مو بهالطريقه. جنرال، مع احتراماتي الك، اليوم وهذا اليوم اذا ما يرجع حق ولدي الهم ترى ما يعدي. يمه صح، وحقكم. وصار ما ينسكت عليه. بس مو بالهوسه ولا بالخبصه. كل شيء محسوب واكو سياقات نمشي عليها. مو بهالطريقه، عاجبك؟ ولو ما اعزهم وحاسبهم مثل اخوتي، انا الجنرال ما اجيهم لهنا لبيتهم.